تفضل. اليوم مشاركتنا أهل السواحل، السواحل الصافية، السواحل الأصيلة. الساحلية هي إبل مثلها مثل الإبل الأخرى، ما يميزها هي أنها إبل يعني تتحمل، يعني إبل تتحمل التضاريس، نقص المعيشة. ساحلية لأنها تطاول الساحل من تبوك إلى جيزان، لأن مسمى يتجه طال عمرك إلى مسمى إبل بادية الحجاز، حمر بادية الحجاز أو حمر النعم. شوف المسمى هذا هو المسمى القديم، الركيزة الأولى لأنها قديمة، الإبل هذه من الجاهلية. السواحل نوعين، فيها نوع يسمى الرق وفيها نوع يسمى الحرش. السواحل ما يوجد بها شيء فأصبحت كلها تحت مسمى الحرش، وفيه نوع يسمونه العوادي، هذا يعيش في الجبال، وفي نوع تسمى الأوارك، وهذه إبل تعيش على الراك برضو عندنا في المنطقة هناك. إبل لونها يعني زي لون المغاتير، بيض كذا في اللون، هذه يسمونها الأوارك. والعوادي هذه اللي تعيش في الجبال عندنا، تعيش في الجبال في المرتفعات. والله مشاركة ممتازة وتنظيم ممتاز، وكل ما شفناه في المهرجان هذا ممتاز صراحة، واللي قايمين عليه ما شاء الله تبارك الله أخلاقهم زي العسل كلهم، من يوم دخلنا مع الباب إلى وصلنا. تعامل راقي وتعامل يعني ما يوصف، وهذه جهود يشكرون عليها النادي من رئيس النادي إلى أصغر موظف في النادي. الحقيقة نشكرهم جميعا على ملاك السواحل، ما وجدنا منهم إلا كل تسهيل في أي اتجاه كانت وأي مشكلة، ما وجدنا لها إلا آذان صاغية وقلوب متسعة وصدور واسعة، والله يوفقهم إن شاء الله.